في السماء. لا مش خايف خالص، اصل لو خايف مش هعمل. من فتره اتجهت للغنى وقلت ان دي بالنسبه لك كانت مغامره. احكي لنا بقى ليه كانت مغامره، وهل كانت مغامره حلوه ولا لا؟ حلوه جدا، يعني انا طالما اسمها مغامره فانا كنت عايز اعملها. اوكي. وجزء كبير من المغامره انك تعملها مش انك ما تعملهاش. تمام. لانك لو ما عملتهاش مش تبقى مغامره. مين يقدر ينافسك طيب كمذيع؟ لا لا لا، انا في خطي ما عنديش حد عشان انا حلو. لا ما عنديش حد عشان الصحافه التلفزيونيه ما فيش فيها كتير. انت كان عندك فوبيا من القطط، ومن 3 سنين قررت تتحدى خوفك منهم وتقرب لهم وبقيت بتحبهم قوي. وازاي حاولت الموضوع من فوبيا لحاجه انت بتعملها كل يوم؟ انا لقيت قطه في مكان بيبيع قطط، ما عجبنيش الـ 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 البيع بتاعها وبتاع، حاسس ان انا فيها نوع من النخاسه كده. فحسيت انها زيي فاشتريتها. فمن يومها تحول الخوف من القطه لعشق للقطط. يعني دلوقتي انا لو شفت اي قطه في الشارع وراكب عربيه انزل. بما ان مغامرتنا فيها طيران، عاوزينك تقول لنا اسمك هيبقى ايه لو انت سوبر هيرو بتطير زي باتمان وسوبرمان وسبايدر مان وكده. انت بقى كان هيكون اسمك ايه؟ جابر مان. جابر مان. طيب اوكي، احنا كده خلصنا اسئلتنا، وعشان تاخد تيشيرت المغامر دلوقتي هنروح نختبر ثباتك الانفعالي وقوتك كمغامر. تمام. بفي ار تيست، ونشوف ايه اللي هيحصل هناك، وبعد كده يعني هنقول لك انت مغامر بنسبه كام في الميه. تمام. جاهز؟ جاهز. يلا بينا. يلا. تمام. دي حلو. اوبا خبط قدامي جبل تحفه. طلعت يا معلم. ماشي ماشي ماشي. لين جبلين حلوين. خبط ليه تاني؟ يخرب بيت كده. طالعه دي يا معلم يا معلم يا معلم على الطلعه دي، بس ركبي ثابت. خبط 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 يا خابط يا جبل. ماشي. حاسب بس هتخبط المره دي. خبط. استاذ جابر، حضرتك مغامر بنسبه 95%، وده بيديك لقب مغامر مش سهل خالص. فانت دلوقتي جاهز لتاشيره المغامر، هتاخد باسبورك وهتسلمها لهم هناك. تمام؟ تمام. اوكي، بس قبل ما نطلع على الطياره عايزينك تسجل لنا فويس نوت، مش هنسمعها الا قدامك لما تنزل هناك في الطياره. الفويس نوت دي هتقول فيها حاجه حاسسها دلوقتي، عايز تقول مسج لحد معين. يعني هسيبك تقول فويس نوت واشوفك هناك. تمام. وانا بس استاذ جابر، قبل ما ننطلق على مغامرتنا النهارده، عايزين نعرف منك مين كان نفسك يكون معانا دلوقتي عشان يعيش معاك المغامره. والله بص، انا نفسي في ناس كتير، بس اقرب حد ليا بنتي الكبيره مريم، فيعني كنت اتمنى انها تكون معايا، وفعلا لو جت وشافت التجربه هتحبها. طب ايه رايك بقى دلوقتي نكلمها فيديو كول ونعيشها معانا في مغامره وتشوف هي تقول لك ايه؟ نكلمها فيديو كول. مريم، انا رايح دلوقتي عشان السكاي دايفنج، ويعني ان شاء الله تبقى تجربه حلوه. المره الجايه بقى تبقى تيجي معايا ان شاء الله. انا كنت عايزه اجي معاك. تيجي معايا المره دي؟ طب يا جدعان، هي كانت عايزه تيجي المره دي يا جدعان، معلش هجربها الاول وبعدين ابقى اقول لك. المره الجايه اصلا هو انت هتنزل فين؟ احنا هننزل ان شاء الله في راس البر، السكاي دايفنج هيبقى كله في راس البر باذن الله، وبيقولوا لي هتشوف مكان تحفه وهتشوف حاجات عمرك ما شفتها. ادعي لي. ايه؟ ربنا يوفقك. طيب يا قلبي، سلام بقى. سلام 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 سلام. الى السكاي دايفنج. نجوم السماء.